سائد ابن المفرق بيحمل درعين تقديريين على إنجازاته الرقمية، المليون متابع على تيك توك و100 ألف مشترك على يوتيوب، وشارك في العديد من البرامج الخليجية المرموقة. أهلا وسهلا فيك ونورتنا. الله يسهل أمورك ويعطيك العافية، وسعيد جدا بشوفتكم الطيبة. أهلا وسهلا، نورتنا يا سعيد. أول شيء بدنا نتشكرك على هذا المحتوى الأصيل اللي أنت بتقدمه، وبدنا تحكي لنا عن البدايات، كيف يعني شو اللي دفعك أنك تدخل مجال المحتوى وصناعة المحتوى عن العادات والتقاليد في البادية الأردنية. الله يعطيك العافية. بالبداية أنا كان في عندي واهس وأنا صغير، يعني دائما وين ما في ختيار وختيار كبار بالعمر الا اروح اقعد بجنبهم اعذبهم، لدرجه ان حد جدتي يوم تشوف مثلا جلسه به سعد تقول خلاص اتركوني من يعمل الصيدلي يسالني ويضل يستفسر مني. فانا كنت محب لهذا الامر، وخاصه القصص لما تسمع من الكبار صح تاخذك العالم ثاني، تاخذك الجاذبيه حلوه بالشجاعه والمروءه العربيه والنخوه العربيه الاصيله. فكنت مهتم لهذه الامور والسماع من الكبار دائما، بالإضافة إلى أنه أنا في يوم من الأيام حبيت أني أعلق على موضوع حدث بالشارع الأردني، وحبيت أني أعلق بطريقة البادية، أنه يعني هذا الأمر ما يصير عندنا بالبادية، لا يمكن أنه يصير مثل التصرف هذا، بحكم أنه إحنا عندنا عادات وضوابط اجتماعية تحكمنا في البادية. فتفاجأت أنا من ردود الفعل على المقطع، حتى أذكر المقطع كان 8 مليون، هذا أول مقطع أنشره على مواقع التواصل الاجتماعي على تطبيق تيك توك. فكانت ردود الفعل غير جيدة أبدا، يعني أنه أهل البادية مثلا أنتم مقطعين طرق، أنتم مثلا تسرقون السيارات، أنتم فيكم فيكم كذا. فقلت لا، هذه النظرة وهذا التفصيل عن أهل البادية مين فصلوا، مين قال الكلام هذا؟ يعني خلينا نقول شخص أو شخصين صح قاموا بمثل هذه التصرفات لا يمثلون يعني أهل البادية. إذن في عندنا شيء جميل المفروض أنه يكون واضح وصريح. فمن أيضا من خلال التعليقات أنه هذا أردني، يعني كيف يتحدث عن أمور البادية؟ شو دخله؟ صحيح. فعرفت أنه فيه من المجتمعات المجاورة من أخواننا العرب الله يحفظهم ويطول عمرهم، ويعني وعندهم ثقافة جميلة جدا ولا نزاود على أحد. فاكتشفت أنه ينظرون إلى الأردن أنه ما فيها بادية، وأنه خلاص فيها المدينة وإلى آخره. فانطلقت بفكرة أنه أكرس وقتي وأكرس نفسي لصناعة المحتوى عن عادات وتقاليد أهل البادية وإظهار الثقافة البدوية الأردنية. رائع. سأبتعرف دائما بحكي بأنه جيلنا محظوظ، لأنه بالرغم من كل هالتطور الموجود ولكن عندنا أداة اليوم نقدر نستخدمها. برأيك أهمية وجود التكنولوجيا وقدي ممكن من خلالها أن نوثق تراثنا ونرجع لعاداتنا وتقاليدنا من خلال المحتوى اللي عم بيكون موجود على منصات التواصل الاجتماعي؟ لأن دائما نحكي المنصات فيها المحتوى الهادف وغير الهادف، ولكن أنت توجهت لمحتوى هادف بشكل بحت وبعكس تراث. بالنسبة للموضوع هذا احنا بالبادية بالنسبة للتطور عندنا مرفوض، ما في داعي للتطور. أنا جيت من المفرق عناقة، هاي الناقة برا صافة وعانيت وعلى إشارات وقفت بالناقة. هذه النظرة، هاي النظرة اللي هذه النظرة صحيح. وإن البدوي هو اللي ثوبه مشقق واللي كله تراب، لا احنا طبعا نحب التطور، نحب الحضارة، نحب يعني تمام نحسن بمعيشتنا. وأنا متأكد حتى أجدادنا لو توفرت لهم الوسائل الموجودة حاليا ما كانوا يستخدموها، راح يستخدمونها في حياتهم ومسيرتهم. احنا ما عندنا مشكله مع التطور، والتطور دائما احنا ناخذه بجانب اخر، او احنا اقنعنا تمام بتقليدنا الاعمى انه التطور يكون من ناحيه بمعنى الكلام انه انا اكون يعني منفتح حداثة الغربيه، اني منفتح واني اكون انا اتصرف تصرفات. الان انا شخصيا اتحدث يعني تمام سائد، لو التطور على حساب انه ترك العادات والتقاليد ودفنه، أنا مودة التطور، أنا مسامح بالتطور، لأنه التطور أبداً ما له علاقة بالعادات والتقاليد والأخلاق والقيم والمبادئ. صحيح. وكل هذا تحت تعاليمنا الإسلامية طبعاً. يعني خبرنا سائد، كيف بتقبل الجيل الجديد هاي المواضيع؟ والله يتقبلون يعني بصدر رحب للأمانة. ليش؟ لأنه الآن لما يسمع أو يشاهد مثلاً الشاب مسلسل بدوي يقول معقولة أنا كانوا أجدادي مثل هذا الشكل أو بهذا التصرف أو بهذه العملية؟ فتلقاه يتقبل هذه العملية وتقبل هذا المنظر مثلي أنا يعني مثلهم.
أنا كنت أتقبل من لما جدتي أو جدي يقعد قبالي ويسلفوني بالعادات والتقاليد وبحياتهم قبل، أقول يا ريتني أنا كنت على دوركم. فأكيد طبعا يفخرون ويتقبلون هذا الأمر، هم فئة يعني بسيطة جدا تمام، من عادي أخذهم تيار التطور يعني تمام على حساب العادات والتقاليد، وفي ناس تطورت وتحضرت وفي ناس من البوادي سكنوا والمدن، لكن يعني بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم السائدة بدوية يعني. رائع. أنا إذا بتسمح لي أسأل الدعجة ضيفنا اللي منورنا، لأنه كمان جزء من العادات والتقاليد والتراث هي الموسيقى. صحيح. والعود اليوم لما شفنا في بداية الحلقة، احكي لي أكثر قديه بتشعر بأنه توثيق عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا من خلال الموسيقى ممكن؟ أول شيء في نقطة بدي أعقب عليها لأخوي سائد، أنه زي ما حكى قد ما تطورنا وسكننا البيوت وركبنا سيارات حديثة، ولكن العادات الأردنية والبادية الأردنية حتى لو سكننا في المدينة تبقى موجودة يعني ونظل محافظين عليها، نبقى بدو لو مستوانا حضاري. نعم نعم ببساطة. بالنسبة للموسيقى، احنا أعراسنا ومناسباتنا جميعها تبدأ دائما بالقصيد أو الهجيني اللي هو بكل أعراسنا يكون موجود وبكل مناسباتنا، وهذا تاريخ للبادية الأردنية. بالنسبة للفلكلور العربي الأصيل، بالنسبة للدحة، بالنسبة للهجيني، بالنسبة للقصيد، الرواديد يردون على بعض، هذه كلها تمام يعني تحدث في أفراحنا. صحيح. يكون عندنا هذا دقات العود، الربابة، الربابة أيضا هذه من الإضافات على الثقافة الموسيقية أو الفلكلور العربي الأصيل. فعلا. عندنا يعني تراثنا هو مصدر إلهام. طبعا أكيد. طبعا طبعا. حلو. التراث يعني هو أنشأ كل هذه الأمور يعني، والحمد لله. وعندنا والأردن فيها بادية صراحة عميقة. وأنا كثير واجهت يعني خلينا نقول ردود جميلة من البوادي المجاورة مثل بوادي العراق، بوادي الخليج، بوادي مصر، بوادي فلسطين، جميع هذه البوادي تمام يعني يخبرون أن البادية الأردنية يعني فيها ثقافة عظيمة يعني. تعتبر متشابهة؟ نعم طبعا يعني البدو هم واحد يعني، ممكن نختلف في بعض الفروع لكن في الأصل احنا واحد. والبادية الأردنية لها دور ولها يد تمام في زراعة الثقافة العربية. كان لها يد مثل ما بوادي العربية الأخرى لها يد أيضا في الثقافة العربية، منها الشماغ يعني نشأة الشماغ الأحمر وانطلاقه من الأردن يعني. صح. كان والعراق أيضا كان لهم يعني انطلاقا اللي هو الرسوم التشكيلية الموجودة على الشماغ. فكل بادية سبحان الله لها أثر كان في الثقافة العربية. صحيح. من ضمن البادية الأردنية. إحنا بنشوف بالوقت الحالي في إقبال كبير من الشباب على العادات والتقاليد خاصة لأهل البادية، شو السبب؟ قلت لك أنا ببداية اللقاء أنه كان في شوية أنه إذا راح مثلا شاب راح على الجامعة يغير لكنته تمام، فهذه كانت نعم الفترة هاي موجودة، فترة أنه كانوا يغيرون مثلا يخافون من العيب أنه هذه اللهجة. صحيح. هي عيب أو كذا. أو هذول المدنيين مثقفين، لا أنا الآن مثقف مع لهجتي هنا قاعد أسولف بلهجتي. هذا لا ينتقص يعني بالعكس. لا نعم. ما بنقص أبدا يعني بالعكس. فالآن لا صاروا يعرفون أنه نعم أنا أجي موجود بثقافتي بلهجتي باللي تربيت عليه أنا، وهذا الشيء ما يعيبني، ما يعيب إلا العيب، هذا شيء مو عيب. صح. وشفنا يمكن تبلور أو تبلورت هذه العادات والتقاليد بعرس سيدي حسين يعني. صحيح. كانت موجودة كلها بكل تفاصيلها، ويمكن هذا الهدف اللي بنحكي فيه، بأنه حتى شباب اليوم بنشوف قبل. صحيح. أعراسهم وقبل مناسباتهم، حتى البنات أنتوا قديه بتحبوا تلبسوا التراث الأردني أو الـ 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 كله رجع الحنة هلأ رجعت. صح. يعني نعم. مع إنها سنوات انقطعت سنوات طويلة، لكن الآن رجعت الحنة. يعني مثل ما أنت حكيت، أنا أول مرة رحت على البادية فصورت في بيت شعر. لما رجعت صحباتي المدنيات اللي بعمان بيحكوا لي هيك هم عايشين، أنتوا رح تتفاجئوا إنه جنب بيت الشعر كان في قصر. بيت وقصر. قصر. صحيح. ما بدي أحكي بيت، رح أحكي قصر، يمكن أنت من البادية الشمالية وبتشوف البيوت. صحيح. اللي هناك. صحيح. قصر، لكن هم عاملين بيت من باب شعر المحافظة. من زي ما حكيت من باب المحافظة على العادات. صحيح. والتقاليد، فما شاء الله ما في أجمل من موروث أجدادنا. نعم. احكي لنا شو رسالتك للشباب والجيل الجديد. والله الجيل الجديد ما شاء الله عليه يعني جيل ما شاء الله يعني فعلا مقبل على أمور خلينا نقول ترسيخ الثقافة العربية. صحيح. الأردنية الأصيلة. أنا نصيحتي للشباب أنه أولا نبقى على تعليمنا الإسلامية،
نحافظ على تعليمنا الإسلامي على ما أملاه مننا رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أنه نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. عمي اتطور، اتثقف، ادرس، أنا اللي قدامك مهندس ودارس وأموري تمام ومتطور وراكب أحسن السيارات ومعمر أحسن البيوت وأموري تمام، لكن بالنهاية عاداتي وتقاليدي تمام ورمزيتي للكرم الضيافة أنا ما غيرته. فأنا بس نصيحتي تمام، وهي لا تعتبر نصيحة وإنما يعني كلام بين خلينا نقول جيل، إنه إحنا الشباب يعني المفروض أن نكون متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا، والمفروض يعني فعلا ننجز. وأنا من ناحيتي أنا أتعهد مني أكرس كل وقتي وكل جهدي القادم تمام بإني أنا أظل يعني وراء ترسيخ الثقافة الأردنية بدوية. مهندس، والدليل على قبول هذا المحتوى بأنه عدد المشاهدات حاليا صحيح. الشباب عم بيتابعوك، عم بيتعلموا منك، وانت مثال للشاب اللي عم تحافظ فعليا زي ما حكيت على عاداتنا وتقاليدنا اللي بنفتخر فيها وين ما كانت بكل المحافظات، سواء كان حتى في البادية وفي المدن والمحافظات. يعني كل حدا عنده تقاليده وعاداته، ولكن بالنهاية احنا بنحكي بهذا النسيج الأردني، كلنا أردنية وكلنا بنفتخر بكل المحافظات. فشكرا فعلا من القلب، يعني احنا حابين تكون معنا بشبابكم حتى نورجي دائما بانه عندنا شباب لسه محافظين على تراثنا. وبدي ابارك لك يعني باسم واسم البرنامج بدرع المليون، ما شاء الله. الله يطول عمرك.